محمد، إذن يتواصل القصف الإسرائيلي وتزيد أيضا أوضاع الطقس من معاناة سكان غزة، ما الذي يمكن أن تقوله لنا في هذا السياق؟ نعم أو عفوا سهام، هذا بالفعل المشهد ميدانيا لا ينفك عن المشهد الآخر من الجانب الإنساني. هناك معاناة كبيرة جدا للنازحين الفلسطينيين يتواجدون سواء في مدينة غزة أو في المناطق الشمالية شمالي قطاع غزة، والتي تتعرض لأكثر من 50 يوما لعملية عسكرية غير مسبوقة، سواء في مشروع بيت لاهي الذي يتعرض في هذه الآونة إلى تجدد للقصف المدفعي الإسرائيلي في مختلف المناطق في هذا المشروع بما فيها شارع الحطبية وأيضا منطقة المنشية في تلك المنطقة، بالإضافة أيضا إلى حارة مسلم وأيضا شارع بلدية بيت لاهي أو شارع بلدة بيت لاهي العام، وكل هذه المناطق تتعرض إلى قصف مدفعي على وجه التحديد، ولربما لها النصيب الأكبر من مجموع الغارات الإسرائيلية ومن القصف المدفعي المتواصل. ميدانيا المشهد على حاله سهام، هناك أيضا إطلاقات نارية من المسيرات الإسرائيلية تجاه المواطنين ومنازلهم في مشروع بلدة بيت لاهي وفي البلدة بالعموم، بالإضافة إلى مخيم جباليا، وفي جباليا النزلة قبل قليل رصدنا أيضا إطلاقات نارية جديدة على محيط مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين فلسطينيين، وهذا المشهد يتكرر بشكل يومي ويسادف تلك المنطقة التي يتواجد بها عدد من المواطنين. أيضا القوات الإسرائيلية عبر المسيرات تريد من المواطنين ومن الفلسطينيين في مشروع بيت لاهي وفي البلدة عامة بضرورة الخروج منها، على اعتبار أن بلدة بيت لاهي بمشروعها هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان والنازحين، تطالب من المواطنين بضرورة الخروج القسري والفوري عنها والذهاب عبر شارع صلاح الدين إلى مناطق أخرى. ولكن الناس كما أشرنا في رسائل سابقة، على الرغم من كارثية المشهدين الإنساني والميداني، إلى أنهم يفضلون خيار البقاء فيما تبقى من منازلهم وأيضا مراكز الإيواء والخيام في تلك المنطقة، على الرغم من دعوات متواصلة بضرورة النزوح وبضرورة الخروج، لأنهم إن نزحوا وهذا ما حصل فإنهم سيتعرضون إلى قصف مدفعي وإلى إطلاقات نارية من المسيرات الإسرائيلية كما حصل بالأمس في جباليا البلد في محيط منطقة الرعاية وفي مخيم جباليا على وجه التحديد، بينما كان يسير عدد من النازحين في الشوارع والطرقات لا يعرفون أين يتجهون، ولكنهم استجابوا بالفعل للتعليمات الإسرائيلية، قصفتهم القوات الإسرائيلية بشكل مباشر مما أدى إلى عدد من المصابين والمفقودين حتى هذه اللحظة، ولا تتمكن سيارات الإسعاف ولا سيارات الإطفاء من الوصول إلى تلك المناطق بشكل كامل على مدار أكثر من 33 يوما، هي ممنوعة بشكل كامل من التحرك في تلك المنطقة. والدفاع المدني قبل قليل أفادنا بأن الخدمة قد تكون متوقفة في سياق الأيام المقبلة على وجه التحديد في مدينة غزة، أيضا لنفادي الوقود ولإعطاب عدد كبير من سيارات الدفاع المدني وتهالكها، وبالتالي هذا يعني أن هناك وضع صحي خطير أو وضع إنساني خطير جدا قد يكون في سياق الأيام المقبلة في حال خرج الدفاع المدني بأجهزته وبعناصره عن الخدمة بشكل كامل. والآن نستمع مرة أخرى إلى تجدد القصف المدفعي، ولكن على ما يبدو هذه المرة في جنوب مدينة غزة وتحديدا في حي الزيتون.